اليوم رح نعمل مع بعض مربى المشمش، بما انه نحن هلا بموسم المشمش وموجود اكيد هيدا موسمه، فرح نعمل اليوم طريقتي بمربى المشمش. طريقتها كتير كتير سهله وبسيطه وبتضاين معنا سنه واكثر بلا براد. اول شيء انا بحاجه لهيدا النوع من المشمش، بيجي عليه شوي مشحه هيك حمراء او مستوي شوي، هيدا هو بيكون مخصص للمربى. انا هون عندي تقريبا كيلو، هلا بدي اغسلهم كتير كتير منيح بالمي يعني لحتى ينضفوا معي تماما، وبدي ارجع احطهم بمصفاية لحتى يتصفوا كتير منيح من المي، ما بدنا يكون فيهم مي ابدا، يعني بتركهم بالمصفاية شي ساعة واكتر لحتى ينشفوا تماما. هلا انا هون زنت 700 جرام من السكر لكل كيلو مشمش، يعني كل كيلو مشمش بده 700 جرام من السكر او 3 اكواب باكواب المقص. وهلا بدنا نشيل البذور او النوى من المشمش، ضروري كتير هيدي المرحلة. ونحن عم نشيل البذور بدنا ننتبه كتير منيح انه يكون تحت البذرة في شي، لانه مثل ما بتعرفوا المشمش كتير حساس، وبالاخص هلأ نحن الطقس شوب فرح يخربوا معنا، فبدنا ننتبه كتير منيح اذا حبة منزوعة او ريحتها ما منيحة فبدنا نتخلص منها اكيد. هون من بعد ما تخلصنا من كل البذور والنوى بدي حط عليهم السكر يلي زناهم مع بعض. مثل ما قلتلكم كل كيلو من المشمش بحاجة ل 700 جرام من السكر او 3 اكواب باكواب المقص. وهلا من بعد ما حركتهم مع السكر شوي لحتى كل حبات المشمش تتغلف بالسكر، بغطيهم بكلينج فيلم، وهلا بدي احطهم بالبراد ليله كامله او اقل شيء 6 ساعات. ضروري كثير نحطهم بالبراد لانه الطقس كثير شوب لحتى ما يحمضوا معنا ويخربوا. وشوفوا كيف صاروا معنا من بعد ما طلعناهم من البراد، من بعد مرور ليله كامله. شوفوا كمية المية اللي هن نزلوها، طبعا انا ما ضفت شي ابدا، هيدي العصارة كلها نزلت من المشمش مع السكر. هلأ بدي فضيهم بالطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها المربى. مثل ما شايفين بنزل المشمش وهيدي المية اللي نزلها وكمان السكر، بدنا ننزلهم كلهم بالطنجرة. وهلأ بدي احطهم على نار عالية طبعا مع التحريك المستمر لحتى يبلشوا يغلوا ويطلع عندي على الوجه هيدي الرغوة او الريم. مثل ما شايفين هون من بعد ما بلشوا يغلوا طلعت عندي هيدي الرغوة، ضروري كتير انه نتخلص منها لانه هيدي اذا ما شلناها رح تخلي المربى تحمض او ما تضاين عنا لفترة طويلة واكيد رح تخليها تخرب. فكل ما يطلع عندي رغوة لازم اتخلص منها. مثل ما شايفين بهيدا الشكل، شوفوا كيف كل ما يطلع عنا بدنا نشيلها ونتخلص منها. شوفوا هيدي الكمية اللي طلعت من الرغوة او الريم، فبيطلع معنا كمية منيحة وكل ما يطلع بدنا نشيلهم بهيدا الشكل. هلأ من بعد ما شلت الرغوة كلها بدي طفي عليهم وبدي اطحنهم لحتى احصل على المربى تكون ناعمة، ما بدي يكون فيها حبيبات. انتو اذا بدكن المربى يكون فيها حبيبات بتتركوها على النار لحتى تعقد، يعني بتتركوها تقريبا نص ساعة، بس انا بدي اياها تكون ناعمة ما فيها حبيبات ابدا. حطيتهم بهيدي المطحنة، طبعا نحن هيدي بنشتريها من اي محل ببيع الادوات المنزلية، وفيكم تطحنون كمان بابريق الخلاط بترجعوا بتصفون وبتحصلوا على نفس النتيجة. شوفوا كيف صاروا معنا ولونهم كتير كتير حلو. هلأ بدي ارجع رجعهم على النار، طبعا يعني بدي خليهم على نار اول شي على نار متوسطة، وبس يبلشوا يغلوا بدي اخفف الحرارة على الاخير وبدي اتركهم على النار لمدة 10 دقايق. شوفوا هلأ هون كيف القوام معنا كتير كتير خفيف، وهلأ بس يبلشوا يغلوا ويعقدوا معنا كيف رح يتقل معنا ويصير القوام كتير حلو. شوفوا هون بلشت تغلي عندي المربى، هلأ بدي اخفف الحرارة على الاخير وبتركهم عم يغلوا لمدة 10 دقايق بس مش اكتر. طبعا كل شوي بدي احرك فيها، ما بشيل ايدي من التحريك ابدا لحتى ما تلزق معي بالكعب. هلا انتو المربى اذا بدكم اياها تكون فيها حبيبات ما بدكم اياها كتير ناعمه، ما بتطحنوها، بتتركوها على النار من بعد ما نشيل الرغوه او الريم، بنتركها تقريبا نص ساعه او 3/4 ساعه، بنتركها عم تغلي على نار خفيفه، بنرجع بنحط عليها ملعقه كبيره من عصير الليمون الحامض وبنتركها 10 دقائق، وبنرجع بنطفي عليها وبنعبيهم بمراطبين هن وبعضهم سخنين. هلا انا هون المربى عندي من بعد ما غليت مثل ما شفتوا خففنا الحراره وتركناها 10 دقائق، من بعد ما غليت معنا 10 دقائق على درجه حراره خفيفه حطيت ملعقه كبيره من عصير الليمون الحامض ورشه كتير بسيطه من حامض الليمون او ملح الليمون، ورجعت تركتهم كمان على النار لمده 10 دقائق. شوفوا كيف صاروا معنا وكيف تقل المزيج.
هلا انا هون بدي افحص المربى اذا خلصت عندي، فحطيت كميه قليله بالصحن، وهلا بدي احطهم بالفريزر لحتى يبردوا عندي تماما. وبعمل خط بهذا الشكل، اكيد بدهم يكونوا باردين. اذا هدول الخطين ما التقوا معي على السريع بتكون خلصت المربى، اذا دغري قربوا على بعض بيكون بعد بدها شوي على النار. فانا هيك بتكون خلصت عندي المربى. هلا هي وبعدها سخنه بدي فضيها بالمرطبان. طبعا هيدا المرطبان انا عقمته، حطيته بالشمس تقريبا ساعتين لحتى يتعقم مزبوط وما يكون في مي وما يكون في شيء ابدا. مثل ما شايفين هي والمربى بعدها سخنه، بدي اعبيها بالمرطبان. وهيك من بعد ما عبيت المرطبان كله، هلا بدنا ننظفه بكلينكس بهيدا الشكل. وهو وبعده سخن بدي سكره كتير كتير منيح، وبتركه بالمطبخ لحتى يبرد عندي بحرارة المطبخ ويصير بارد. برجع بحطه بخزانة المطبخ وبضاين عندي سنة وحتى كمان أكتر. أكيد بس نفتحه بدنا نحطه بالبراد، ما فينا نتركه بلا براد من بعد ما نفتحه. شوفوا كيف المربى طالع معنا القوام من بعد ما بردت ولونه. أنا هيك بتكون خلصت وصفتي لليوم. صحتين.